السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفة بسيطة وسريعة لعلاج شيب الشعر. هي في البداية تعمل على صبغ الشيب والشيب المبكر إذا كان في الشعر، يعني هي عبارة عن ملون للشعر مع علاج للشعر، يعني إذا داومنا عليها فترة من الزمن ستعالج هذا المشكل بإذن الله وتخفف من ظهوره إن شاء الله، خاصة للناس الذين يعانون من شيب خفيف في الشعر. بالنسبة لهذه الوصفة قلت بسيطة بمكونات بسيطة حتى أكون يعني صادقة وصريحة معكم، هي تصبغ بدرجة أكبر من أنها تعالج. مكونات هذه الوصفة بسيطة جدا، ممكن في دقائق فقط نحضر هذه الوصفة. قبل ما أبدأ في طريقة تحضير وعمل هذه الخلطة، أتمنى منكم دائما أحبائي لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي لا يبخلوا علي بدعمي والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وسأحاول إن شاء الله إفادتكم بأنجح الوصفات، وأكيد أنتظر أراءكم وتعليقاتكم الجميلة. بالنسبة لهذه الوصفة، حتى نعالج هذا المشكل أنصح دائما باستعمال زيت الحباء السوداء. نحاول أننا نستعمله على الجذور، يعني قبل الاستحمام نأخذ كمية من زيت الحباء السوداء أو زيت المرمية، أو ممكن نخلط هذه الزيوت مع بعض، وزيت مع زيت السمسم. إذا لم تتوفر هذه الزيوت مع بعض نقوم باستعمال زيت الحبة السوداء أو أحد الزيوت لوحدها. نقوم بعمل حمام زيتي للشعر، يعني نوزع كمية من هذه الزيوت بعد تسخينها في حمام مائي، ونلف الشعر بفوطة دافئة أو مغموسة في ماء دافئ ونتركها، وبعدها نغسل الشعر ونستعمل هذه الوصفة مع الحمام الزيتي. لو داومتم على هذه الطريقتين مع بعض صدقوني ستلاحظون نتيجة إيجابية في وقت سريع جدا. نبدأ في عمل وتحضير هذه الوصفة. نحتاج أول شيء إلى النسكافيه، وأكيد كمية المقادير نضاعفها على حسب احتياجنا للوصفة. نضيف تقريبا مقدار ملعقة كبيرة أو ملعقتين من النسكافيه أو قهوة سريعة الذوبان. بالنسبة لملعقة نضيف لها تقريبا مقدار 4 ملاعق من خل التفاح. ونحاول أننا نذيب هذه القهوة في الخل أول شيء حتى يذوب جيدا. نخلط، ضروري جدا استعمال الخطوة الأولى وهي حمام الزيتي حتى نعالج هذا المشكل ولا تكون الوصفة عبارة عن صبغة للشعر فقط، يعني مع المداومة سيخف هذا المشكل. ثم نضيف المكون الآخر وهو الشاي. نضيف مقدار ملعقة من الشاي العادي إلى الخليط بهذا الشكل. نخلط جيدا ونضع الخليط على حمام مائي، ليس على النار مباشرة. نضع الخليط على حمام مائي، نحاول أن المكونات كلها تسخن مع بعض، ونتركها لمدة ساعة حتى تعطي مفعولها أو أكثر. بعد مرور ساعة نقوم بتصفية هذا السائل ونوزعه على فروة الرأس، ونقوم بعمل مساج وحركات دائرية، ونتركه من 2 ساعتين حتى 3 ساعات، وبعدها نقوم بغسله جيدا، أو ممكن أننا نشفطه بالماء فقط. نكرر هذه الوصفة تقريبا مرتين في الأسبوع حتى نحصل على النتيجة المطلوبة إن شاء الله.
هذه هي الوصفة لليوم، أتمنى أني أكون قد أفدتكم ولو بالقليل. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.